يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، على احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، كل سنه وانتم طيبين يا رب، وبعشوره متهنيين، وينعاد علينا وعليكم الايام بكل خير. النهارده هنعمل مع بعض العشوره بطريقه سهله جدا وبسيطه. العشوره بقى سهله جدا والكريمي جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه هي كانت تحفه. ومش انا اللي هعمل معاكم النهارده العشوره، مرات اخويا هي اللي هتعمل لكم العشوره وانا بس بصورها. اول حاجه معانا كده نص كيلو من الغله، غسلناه كويس جدا، طبعا بيتنقل اول وبعد كده بتغسليه كويس جدا 5 6 7 مرات كده لغايه ما عندك الميه تبقى زي اللي نازله من الحنفيه بالظبط. ولو انت اول مره تشوفي قناتي فضل الله يستر امر اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وضفنا كده في الحله مية وسيبناهم يغلوا غلوتين بس، هتشيل الريمة اللي هي البيضة دي، وبعد كده بقى هتغطي عليها وهنطفي النار وهنسيبهم لمدة ساعة لغاية ما عندي القمح. وطبعا هنسلم عليكم لغاية ما القمح عندي يستوي يبقى بالشكل ده، واحدة من واحدة اهو، وفشر وبقى زي العسل. هضيف عليهم حبة مية كده، وطبعا بقيه الكميه احنا هنعينها عندنا في هتعينها عندها في الفريزر لغايه ما تحب بقى تعملها. احنا هتعمل على قدنا بس اهي، هتعينهم كده في اكياس. بتقول لكم طبعا احنا خدنا شويه دول ودول، هنبقيهم بقى كده في الفريزر. ضفنا حبه ميه، وبعد كده نزلت بكيلو من اللبن. اللبن البلدي ما شاء الله كان عامل وش وقشطه كده وكان جميل جدا. وهتبتدي كمان هتضيف 3 معالق كده من القشطه، القشطه البلدي، وتقدري تضيفي وش اللبن، تقدري ما تضيفيش قشطه خالص، يعني حسب رغبتك انت. وهتقلب كويس جدا، وبعد كده هنظبط بقى، هتظبط السكر وهتدوقه، طبعا السكر حسب الرغبه اهو. هتقلب وهتدوق، طبعا هتلاقي لسه محتاج سكر، هتضيف حبه سكر كمان. وهنا بقى هنعمل النشا، 3 معالق من النشا على حبة مية، وهتدوبهم وهتنزل على العشورة وهي بتغلي كده. وطبعا مع التقليب المستمر لو لقيتيها لسه خفيفة كده هتجيبي معلقة نشا زي ما هي ما هتعمل اهو، حسيتها ان لا ما تقلتش، معلقة نشا كمان كده، وهنقلب وهتبقى كريمي بقى ومش هتحتاج تاني. بصوا ما شاء الله حلو قوي. ضفنا كمان ضافت كيسين من الفانيليا، وخلاص كده العشورة بتاعتنا بقت جاهزة وزي العسل، كريمي لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي وجميلة جدا. تصبيها بقى وهي سخنة كده في اطباق على طول، وبتضيفي على وشها المكسرات اللي انت حباها، ممكن ما تضيفيش خالص، احنا هنضيف بس جوز هند وبقية الاطباق كمان، يعني في اطباق وفي اطباق لا، عشان الولاد مش بيحبوا الجوز الهند ولا المكسرات على وش العشورة. عشورة كده سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم وتجربوها حلوة قوي. بصوا اهو ضفنا في ولاد مش بيحبوا يعني جوز الهند، فسيبنا لهم سادة كده، ولو عايزين طبعا تزوقوها بأي نوع مكسرات عندكم زوقوها. ويا رب يا حبايبي الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا العشورة السهلة جدا البسيطة اللي ما تكلفتش منا شوية غلة وشوية لبن بألف هنا وشفا.